بسم الله الرحمن الرحيم. فضلك الله يا شيخ، ما هو الضابط في استخدام الجلود سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم؟ في استخدام الجلود، نعم، سواء هذه الجلود كانت جلود مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، وسواء كانت مطبوغة أو غير مطبوغة. أما جلود المذكات التي تحل بالزكاة فإنها طاهرة لأنها صارت طيبة بالزكاة، كجلود الإبل والبقر والغنم والضباء والأرانب وغيرها، سواء دبغت أم لم تدبغ. وأما جلود غير المأكول كجلود الكلاب والذئاب والأسود والفيلة وما أشبهها فإنها نجسة سواء ذبحت أو ماتت أو قتلت، لأنها وإن ذبحت لا تحل ولا تكون طيبة فهي نجسة، وسواء دبغت أم لم تدبغ على القول الراجح، لأن القول الراجح أن الجلود النجسة لا تطهر بالدباغ إذا كانت من حيوان لا تحله الذكاة. أما جلود الميتة مما يذكى فإنها إذا دبغت صارت طاهرة، وقبل الدبغ هي نجسة. فصارت الجلود الآن على ثلاثة أقسام: القسم الأول طاهر دبغ أم لم يدبغ، وهو جلود إيش؟ جلود حيوان مذكى إذا كان يؤكل. الثاني جلود لا تطهر لا بعد الدبغ ولا قبل الدبغ، بل هي نجسة وهي جلود ما لا يؤكل لحمه. والثالث جلود تطهر بعد الدبغ ولا تطهر قبله، وهي جلود الميتة إذا كانت مما تحله الذكاة.